السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات. تخيل كده معايا إن أنت آخر الشهر بتاعك بدل ما ينزل المرتب بتاعك فلوس ينزل لك وحدات زكاة، يعني بدل ما بتقبض 1000 جنيه هتقبض 1000 وحدة زكاة، وطول الشهر بقى أنت بتصرف بقى من وحدات الزكاة بتاعتك وعندك رصيد وحدات زكاة، وكل ما أنت بتصرف وحدات زكاة كل ما أنت بتبقى غبي. يعني تصرف وحدات زكاة، يعني مثلا جبت بنطلون ب 100 وحدة زكاة هتقل، هتبقى غبي، يعني الرصيد بتاعك هيقل وهيتقاس الثروه بتاعتك بحجم وحدات الذكاء بتاعتك. طب تخيل كده معايا ان احنا هنعمل يوم في السنه هنذبح فيه افقر واحد في المدينه اللي احنا عايشين فيها، مش افقر واحد فلوس، هيبقى افقر واحد اللي هو رصيد من وحدات الذكاء، اللي هو هيبقى اغبى واحد، يعني هنجيبه اغبى واحد ده هنضحي بيه اخر السنه. تخيل بقى كده لو الكلام ده حقيقي احنا ممكن نذبح كام واحد في اليوم ده، يعني من كميه الغباء اللي احنا بنشوفها كل يوم. ديت شوية أفكار سريعة كده من رواية أرض زيكولا. أرض زيكولا دي رواية للكاتب عمرو عبد الحميد. الرواية ديت رواية شيقة جدا وممتعة جدا وفيها شوية أفكار جديدة كده وأفكار مجنونة. هي بصراحة رواية حلوة وشيقة وخفيفة، يعني أنت ممكن تقدر تخلصها إيه في يومين تلاتة كده إيه، ومش هتخصص لها وقت، يعني في المواصلات أنت رايح الشغل جاي من الشغل رايح الكلية جاي من الكلية. رواية لذيذة يعني. الرواية دي صدرت سنة 2010 وعدد صفحات الرواية تقريبا 400 ورقة. ويلا بينا نخش على أحداث الرواية. تدور أحداث الرواية حوالين شاب اسمه خالد بيحب بنت اسمها منى. منى دي كل ما يتقدم لها تقدم لها 7 8 مرات، وكل مرة يتقدم لها أبوها يرفضه ويقول له أنا عايز شخص غير عادي، أنا عايز بطل يجي يتقدم لبنتي ويتجوزها. فخالد عايش مع جده، وجده كان دايما يحكي له عن سرداب اسمه سرداب فوريك، والسرداب ده فيه كنز. فخالد هيقرر ان هو يكتشف الكنز دوت ويخوض المغامره دي. وفعلا خالد هيستعين بجده وجده هيستعين بواحد صاحبه وهيجيب له كتاب، الكتاب ده بيتكلم ازاي ان هو يخش السرداب. وفعلا خالد قرا الكتاب وهيعرف ان هو لازم ينزل في ليله قمريه السرداب ده. خالد نوى ان هو ينزل السرداب، وفعلا نزل السرداب. واول ما نزل السرداب بدا السرداب في الانهيار، كان السرداب ده بيقوده لطريق معين ان هو يمشي فيه. وخالد يجري والسرداب يتحد، خالد يجري والسرداب يتحد لغاية ما نجا خالد من السرداب ووجد نفسه في صحراء جرداء. وهو بيبص حواليه لقى 2 بيجروا فسألهم احنا فين، وأشاروا له إلى مدينة زكولا إن هو بالقرب من مدينة زكولا. وفعلا دخل خالد مدينة زكولا وتعرف على يامن وعلى إياد اللي هم هيقولوا له قوانين أرض زكولا. أول حاجة هيعرفها له إن التعامل في أرض زكولا مش بالفلوس، بوحدات الذكاء، وان في يوم احتفال في ارض زيكولا بيذبحوا فيه افقر واحد في ارض زيكولا اللي هو اغبى واحد اللي هو اقل واحد عنده وحدات ذكاء. وهنا هيقرر خالد ان هو يخرج من المدينه، بس للاسف ان مدينه زيكولا الباب بتاعها ما بيتفتحش الا مره في السنه، اللي هو اليوم اللي وصل فيه خالد لارض زيكولا وهيجي يحاول يطلع من الباب هيلاقي الباب مقفول. وهنا هيعرف خالد ان هو اتحكم عليه ان هو يقعد في ارض زيكولا لمده سنة. وخلال ما هو في المدينة هيتعرف على أسيل وهيتعرف على إياد وهيتعرف على يامن وهيخوض مغامرات كتير جدا، وهيعرف أغلى كتاب في مدينة زيكولا، وإن الكتاب دوت كان مع شخص من 20 سنة. وبعد ما خالد هيوصل للكتاب في رحلة بحث طويلة هيكتشف إن اللي كان معاه الكتاب ده كان أبوه وأمه. وفعلا هيوصل للكتاب وهيلاقي الكتاب مع أخوه اللي هو في أرض زيكولا، وأخوه ده هيكون طماع جدا وهيطلب مقابل من وحدات الذكاء كبير جدا عشان خالد يقدر يحصل على الكتاب. وفعلا خالد هيقدر يشتغل وياخد مدة شهرين وهيجمع فيها عدد وحدات الذكاء اللي طلبوا منه أخوه ويحصل على الكتاب. وفعلا لما هياخد الكتاب هيكتشف إن الكتاب دوت عشان يطلع من أرض زيكولا يعود تاني لوطنه اللي هو مصر في لغز، واللغز دوت ابوه ما قدرش يحل اللغز ولذلك استمر في ارض زيكولا لمده 20 سنه لغايه ما مات. وهيبدا خالد بفك لغز الكتاب دوت وهيستنفذ منه حل اللغز ده عدد وحدات ذكاء كتير جدا، ليجد خالد نفسه افقر واحد في المدينه في يوم زيكولا. وفعلا هيختاروه ان هو يكون الضحيه بتاعت يوم زيكولا، ولما يجي يطبقوا عليه حكم الاعدام خالد هينجو من الحكم دوت بسبب مساعدة أسيل وإياد ويامن. وفعلا هينجو من حكم الإعدام دوت وهيقدر يعود لبلده أو وطنه مصر. دي كانت أحداث أرض زيكولا باختصار شديد جدا. وبرضو عايز أعرفكم إن أرض زيكولا ليها جزء تاني أنا لسه مقريتهوش وهعمل له حلقة خاصة بيه. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وسيب لنا رأيك في كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.